سنه دابا عندي باركي راه 10 سنين وعاد انا راه خلق ديالي هنا في الحافه راه دابا العمر ديالي عليه 60 سنه فهمنا ولادنا راه عملوا ولادهم فهمنا ضموا طاعه راه الحياه ديالنا تبردت هنايا ما خلينا ليالي ما خلينا نهار ما خلينا ليل ونقينا انا بنادم موسخ ولا بنادم ملي طهر الدنيا ردينا لهم باركي بحال الجامع عاد عملوا عينهم فيه نشوفوا بعدا ما يعملوا معنا حنا الاولى فين غنمشيو حنا الاسر ديالنا دابا راه 11 اسره هنا ماشي غير انا كنهضر بوحدي راه 11 الناس هنا وكل واحد اللي عنده اربعه كاين اللي عنده خمسه كاين اللي عنده سته فين غيمشيو هاد الدراويش كاملين كيعيشوا من هاد الباركي هذا فهمت منين غادي يعيشوا هاد الدراويش فين غنمشيو حنا غنمشيو نكريسيو غنمشيو نبيعوا الغابره شنو غنمشيو نعملوا هلا طرب ديال الخبز بالحلال كانت ديوان ولادنا غيحرمونا منه شنو هو السبب اولا جينا حنا من اسرائيل هنا ماشي في الوطن هذا ملك العام احنا مواطنين الله يا اخي فين غنمشيو ما عندنا منظر ما عندنا شهريه ما خدايين مع دوله ما عندنا والو والو الا بعدنا منهم بقاو بالجوع حنا ولادنا كاين اللي كاين من مرضي ما قصرونا شي مره ما كاينش اللي يعطيك حتى قيمه الهضره مره عملوا اللي قالوا مع عقلهم فهمتي حسبونا بحال شي حشرات فوق الارض كنعيشوا سالو واش اللي كاين دابا تصحيدو من لهنا ولا دابا الخطه ديالهم دابا هي هادي ما قالوا لنا حتى حاجه دابا هما هي وكل شيء ديالهم فهمتي حنا باقي خدامين ولكن ما عرفناش من غدا شنو غيكون كاين حتى واحد فيهم ما كيدار مرضي ما كيدار لا قايد لا رئيس جماعه حتى واحد فيهم ما كيدار لنا من هنا كنطلبوا مع هاد الناس يعملوا معنا شي حال حنا الحومه ديالنا هادي خالقين هنا مربين هنا فهمتيني كنا كنعيشوا مع بحار عملوا لنا الطريق هنايا ما بقيناش كندبروا فبحال جينا باركي حنا ملي كبرنا حنا باركي انا ولدي عنده دابا 7 شهور ونص فانا نمشي خايل نمشي نمشي نبيع كنينك تيهزوني يجمعوني هادي هي هنايا هادي هي البلاصه ما عندي فين نمشي غير هنايا عملوا معنا شي حال يجزيهم الله خيرين عاش محمد السادس ولا نصور المغرب ولا نصور سيدنا هادشي ما عملوا معنا شي حال المهم خدمونا ولا عملوا معنا شي حال ما يسيبوناش يقولوا لنا لا حاسك الموجه وحنا يا راه فين كنفتحوا بريسيانا الدار كنطلوا لا باركي ولا بحار الحومه هي هادي عمودي هادشي اللي كنطلبوا من هاد الناس جزاك الله خيرا قلت لك حتى الوالدين ديالنا حتى هما كانوا تترزقوا من هنايا وهادي جراو عليهم حيدوا التشالي حيدوا قهوه اللي كانوا عندنا هنايا وبقى والو بقى لنا هاد الباركي هذا دابا هاد الباركي يديوها صاش عيبقى شحال انتم كتخدموا دابا هنا؟ حنا كنخدموا واحد شي 10 د العائلات هيدا تنبدلوا انا ماشي بزاف مع انا كنت على برا عاد جيت هذا واحد العام دابا انا معاهم هذا شي عام هيدا انا هذه هي اللي عندي تنوكل العائله وخوتي ما عندي حتى شحال الوالد ديالي جالس كلشي جالس صافي اذا مشى هذه ما كاين والو انتم شنو عاد مشيت شحال تما عاد مشيت صراخ عاد مشيت شحال شنو كطلبوا دابا الحلول مع الشركه شنو تسمى لكم الشركه تدخل تقدر تخدم لكن عاد تضحك علينا ساعه تخدم عاد دينا جوج دراهم ما عجبناش الحال تقولنا في الزنقه عاد بقى دايما دودا دخلت صافي دات كلشي غيخسر كلشي هنا والسيارة هما دابا تيهربوا دابا ما تيدخلوش تيشوفوا هادو واقفين صافي عاد ملي عيب دابا هادو ما تخدم لهمش لا والو الناس ما عاجبينش ما عجباش انها خصها تدخل تخرج تعطي ديك البركة وتمشي فحالة عاد ثلاثة دراهم خصك تدخل خمسة دقايق وتخرج والو ما تقدرش هادشي اللي خصو الناس بقى محلول انا شي العائلة عائلة شي 10 العائلات هنا خدامين دابا ولا 12 هيدا كاع تنبدلوا السيرفيس تنديو البركه ديالنا اللي كعلتاونا اللي كتب الله وتنمشيو فحالنا تنحديونا عاد اصلا ما يقدروش يحديونا وقع لهم مشاكل يجي براني تحترمنا حنا يعني ولاد الحومه